السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. أكد الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للقوات المسلحة تماسك الجيش ووحدته، داعيا إلى تجنب الاستماع للإشاعات بحسب تعبيره. وظهر كباشي وسط حشد من الجنود في فيديو بثه الإعلام العسكري، مؤكدا أن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يشرف بنفسه على إدارة العمليات مع القيادات العسكرية، وأضاف أن قوات الدعم السريع في حالة فرار من خطوط المواجهة وأن عناصره تلجأ لنهب ممتلكات المواطنين في وقت تصاعدت فيه حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مع استمرار اندلاع الحرائق في منشأ النفط والغاز عقب هجوم على مجمع اليرموك للصناعات الدفاعية جنوبي الخرطوم. يأتي ذلك وسط مخاوف من اتساع الصراع بعدما تحدث سكان لوكالة رويترز عن حشود للمتمردين في جنوب كردفان، فيما قالت الخارجية السودانية إنها أبلغت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى البلاد فولكر بيرتس شخص غير مرغوب فيه. إذن مشاهدينا الكرام، حول المشهد في السودان نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور ياسر محجوب الحسين الأكاديمي والكاتب الصحفي السوداني. سيد محجوب، تحية لك. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. مرحبا بك دكتور محجوب. الحقيقة أكثر من محور، لكن نبدأ بما تحدث به الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة. أولا دعا إلى تجنب الشائعات أو الاستماع إلى الشائعات، ورد على فكرة انقسام الجيش. في أي إطار تقرأ ما قاله كباشي؟ هو أنا أعتقد لأن ميليشيا الدعم السريع تركز في 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 مواجهة للجيش السوداني على أيضا على الشائعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مدعومة في هذا الخصوص من جهات ومنصات خارجية، وهناك عمل منظم وممنهج في هذا الأمر يعني. وبالتالي أراد النائب القائد العام أن يحاول أن يشير إلى هذا الأمر ويحذر من يعني تصديق هذه الشائعات، وأنها لا يجب أن تؤثر في سير العمليات العسكرية في مواجهة هذه الميليشيا. أكد أيضا شمس الدين كباشي على هروب ميليشيا الدعم السريع من خطوط المواجهة. في أي إطار تقرأ هذا المشهد اليوم إذا كان هناك هروب وفرار من قبل ميليشيا الدعم السريع أمام الجيش؟ وطبعا في الفترة الأخيرة كان فعلا هذه الميليشيا هي لا تستطيع مواجهة الجيش، ولكن تقوم على تكتيك أن تتجمع عدد من القوات وتحاول أن تستهدف بعض المناطق، بعضها قد يكون مناطق مهمة واستراتيجية، ولكن ليس بغرض احتلال هذه المؤسسات أو هذه المناطق، ولكن بغرض الضرب والهروب، وحتى من دون أن تنتظر أن تدخل في معركة مع الجيش السوداني. ولذلك يعني هذا هو فعلا ما يجري على الأرض وما يجري على ما حول فيما يخص هذه المواجهات. إذا كانت قوات الدعم السريع في حالة فرار وفي حالة هروب، ما الذي يعني هذا لمستقبل هذه المعارك ومستقبل هذه الحرب دكتور محجوب؟ هي أنا ما أعتقد أن هذه الحرب يعني إذا حاولنا أن نحاول أن نحلل واقعها نقول أنها هي انتهت يعني كحرب نظامية في مواجهة جيش
أو مواجهة قوات نظامية في هذا الإطار. هي الحرب قد انتهت منذ عدة أسابيع، ولكن الآن الجيش يواجه تفلتات أمنية، ويواجه عصابات تعمل على في محاولة للحصول على كسب بأي صورة من الصور، وتغذية الحملة الإعلامية التي يتم يعني بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منصات خارجية. ونحن رأينا كيف تأتي هذه الميليشيا إلى مؤسس من المؤسسات وتأخذ الصور وبعض اللقطات وتهرب، ثم بعد حين تبث هذه اللقطات باعتبار أن هذه الميليشيا قد قامت باحتلال هذا المكان وأنها تسيطر على هذه المؤسسة، وهذا ليس صحيحا. ولذلك هي تقوم التكتيك على هذا الكر والفر والمحاولة إزعاج الجيش وتشتيت قواه، وفي نفس الوقت محاولة الإيحاء لقواتها التي يعني في حالة معنوية متدنية، وباعتبار أن هناك معارك تدور وأن هناك أنها تحقق انتصارات على الجيش، وهذا ليس صحيحا. ولكن هذا الأمر في نهاية المطاف يعني سينتهي إلى انتهاء هذه القوات، لأن الواقع يقول من خلال المواطنين وعدد من المراقبين والمتابعين ميدانيا أن هذه القوات تتناقص بشكل يومي، يعني وجودها داخل الأحياء وتسليحها، وحتى الآن أصبحت تتحرك بسيارات يتم نهبها ويتم الاستيلاء عليها، سيارات مدنية يتم خاصة ذات السيارات ذات الدفع الرباعي لمحاولة الهروب بها خارج العاصمة، وأيضا لمحاولة التخفي بها من قوات الجيش، لأن كانت القوى السيارات التي تستخدمها وهي سيارات دفع رباعي كانت معروفة ومشهورة ومعلومة لدى الجيش، ولذلك الجيش يستطيع أن يميزها ويستهدفها مباشرة. ولذلك هذا الأمر يعني سينتهي إن شاء الله قريبا، ولكن يأخذ بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت أيضا يعاني المواطنون من تفلتات هذه الميليشيا، ويوميا نسمع باقتحام المنازل والاستيلاء على أموال المواطنين، وحتى يعني الاعتداء عليهم بالضرب، وربما يصل الأمر إلى إطلاق الرصاص عليهم لكل من يحاول يعني مقاومتهم أو يحاول التصدي لهم والدفاع عن نفسه والدفاع عن عرضه وعن ماله وعن بيته.